مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال. شخباركم اليوم؟ بقول لكم قصتي مع التعلق. قصة من قصة يا جماعة. إذا عندكم أي أحد تعرفون متورط في التعلق خلوه يجي. قاعدة فاتحين الطاقة الإيجابية من اليوتيوب، موجودة على اليوتيوب مجانا، جدا ممتازة. طيب اليوم احنا نتكلم عن موضوعنا، هل تعاني من التعلق؟ قبلها أبغى أذكركم، عندنا مجموعة أفلام، قائمة أفلام موجودة على الموقع، اللي ما أخذها أنصحه يأخذها. صراحة أنها قائمة ممتازة جدا، خصوصا للأشخاص اللي عندهم مخاوف من الموت. هي مجموعة أفلام أغلبها مجموعة يعني روحانية، تتكلم على طريق الروحانية، فالأشخاص اللي ما أخذها أنصحكم تأخذونها مجانا على الموقع smiley369.com، سجل وتوصلك القائمة. الشيء الثاني عندنا انستغرام لايف المستشارين، موجود أيضا على الموقع مجانا، اللي يبغى يسمع في أشياء جدا مميزة وجميلة. وبرضو أذكركم أنه عندنا استشارات في تقريبا أغلب المجالات، في مجال تطوير الذات عندنا استشارات في الوعي الطفولي، استشارات في التربية، استشارات في الأهداف وتحقيق الأهداف. عندنا مستشارات مختصات في كل مجال، في كل زاوية في مستشارات مختصات. فإذا كنت مهتم أيضا كل شيء موجود عندنا في الموقع. هل تعاني من التعلق؟ أغلب الأشخاص اللي يعانون من التعلق ما راح يعرفون إلا لما يصير حدث يستفز هذا الشيء بداخلهم. لما يصير حدث يواجهون الحقيقة ويبدون يتساءلون، شكلي أنا متورط، شكلي أنا متعلق، شكلي أنا متلخبط. ولما يوصلون إلى أنه مخهم يقول شيء وقلبهم يقول شيء ثاني، بمعنى أنه مخهم يقول لهم خلاص هذا الشخص ما يصلح لك، ما يناسبك، بس شعورهم يتألم يتوجع، بس العقل والمنطق والفلسفة والأفكار والمعتقدات تقول خلاص هذا الشخص ما ينفع، هذا الشخص ما يمكن أكمل معه، لا هذا الشخص أصلا ما ينفع كلش، وبعده يعني رحمة. بس مشاعرك تقولك شيء ثاني. أنا كان عندي مشكلة في التعلق، بس طبعا ما اكتشفتها. الحدث بالنسبة لي صار كالتالي. لما تزوج، طبعا أنا ولدت في أسرة كبيرة ودائما في حولي ناس، في إخواني أخواتي أمي أبوي، دائما في أحد. عمري ما حسيت انه انا لحالي او ما في احد معاي. لما تزوجت هنا طلعت المفاجاه على السطح، ما كنت اعرفها. مفاجاه على السطح انه اذا طلع زوجي بيرجع ولا ما راح يرجع، يمكن خلاص بيمشي بيخليني، يمكن ما عاد بيرجع اصلا، يمكن بيطلقني، يمكن. المهم، فبالنسبة لي في هذه اللحظة كنت أتساءل ليش أنا هذا الموضوع جاء في رأسي، ليش بديت أشك إنه زوجي بيطلقني، بيتركني، بيروح بيخليني. وحتى مرات أسأل بتخليني صح؟ يعني كأني كاشف الموضوع، كأني عارف القصة، بتخليني صح؟ صح؟ بيطلقني صح؟ فأنا في هاللحظة شيء جديد علي، إنه أنا بدأت أنتبه إنه في مشكلة. ليش عندي هذا الخوف؟ ليش عندي عدم الأمان؟ إنه مجرد يعني يطلع من البيت يروح، لا في شيء بيصير، في أنا بنترك،
أنا بنترك. المهم قاعد تحبش ونبش الموضوع وفكر شو القصة. أكيد في قصة من الطفولة صارت. طبعا أي شخص عنده قصة تعلق أول سؤال لازم يسأل نفسه، هل في قصة في الطفولة؟ هل في قصة في الطفولة؟ هي اللي في الغالب انزرعت، موضوع التعلق انزرع في الطفولة. طبعا أنا سألت ماما، قلبت الموضوع، شو القصص، شو اللي صار في طفولتي. طبعا كلكم تعرفون وضعي الصحي. المهم قصتي مع التعلق، قلت لكم اني انا بعد ما تزوجت اكتشفت انه عندي ازمة تعلق، وعندي خوف انه زوجي يطلع برا ويتركني، انه هو عنده خطة، كأن عنده خطة كذا، احساسي عنده خطة انه بيتركني، عنده خطة انه بيطلقني، عنده خطة انه. فبدأت انبش الماضي واشوف ايش القصة. وهذا اللي اقول لك انه اول شيء لازم تسأل نفسك لما يكون عندك ازمة تعلق، تسأل نفسك ايش اللي صار في الطفولة، ايش اللي حصل وانت صغير، ايش اللي صار وانت صغير. فسألت ماما، وزي ما انتم تعرفون وضع الصحي اني قضيت وقت كثير من عمري في المستشفيات، وفي مرات كثيرة كنت في المستشفى لوحدي، لان ماما كان عندها اطفال اصغر مني، فما كانت تقدر، كانت لازم تلبي احتياجاتهم، واضطرت في كثير من الاحيان انها تخليني في المستشفى. كل القصص هذيك ما ظهرت الا لما ما يصير عندي احد، صار امامي مشكلة لازم احلها. ايش اللي سويته؟ كان علي مسؤولية على نفسي اني انا اتحرر من هذه الازمة، وكان عندي هدف اني انا اتخلص من هذا التعلق. اللي سويته في نفسي هو الوعي الطفولي اللي انا اعطيتكم اياه، واللي انا اقول لكم هو الحل للتعلق. ليش يتورط الشخص في موضوع التعلق ويفهم القصة بطريقة خطأ؟ بمعنى انه الاشخاص لما يتعلقون يخلطون تتداخل الامور ما بين الحب والامان، تتداخل ما بين الحب والامان. والموضوع ترى هو ما هو حب، هو أزمة داخلية عندك على مستوى الجسد المشاعري، الجسد المشاعري مخروم. لما تكون يوم من الأيام أنت ركت، أمك يمكن راحت للدوام، يمكن زي حالتي مثلا كنت في المستشفى، يمكن مثلا شخص كان في مكان عام. وأذكر قصة واحدة كانت في مكان عام وهي صغيرة، ودخلت في سوبر ماركت وكانت مع أبوها وأخوها، وما أعرف واحد لف من هنا وواحد لف من هنا، وهي لفت بالغلط في مكان وضاعت. الموضوع أخذ لي يمكن 10 دقائق حق إنه دوروها وأعلنوا في الميكروفونات، وصار في يعني شوية خرشة كذا، وبعدين حصلوها. هذا الحدث خلاص انخرم فيه الجسد المشاعري، صارت ورطة. فتخيل لو في أحد ما يعرف إنه هذا الحدث صار، معناها الحدث في الباكراوند قاعد يشتغل في العقل اللاواعي، قاعد يشتغل. لانه الطفل الصغير يظل يعني مشاعر الامان تجاه الاخر اللي هو بمقام امك في ذلك الوقت او بمقام ابوك، انخرم هذا الشيء، انخرم في ذلك الوقت. ولما ينخرم يتوقف عمرك عند هذا الحد، فما تقدر تفهم، ما تقدر تستوعب يعني انه ما راح يصير شيء، انه يترك هذا الشخص ما راح يصير شيء، ما في شيء بيصير. بس لا، انت تفكر بمستوى الطفل الصغير، بمستوى ذاك العمر اللي انتركت فيه، مستوى ذاك العمر اللي ضعت فيه، مستوى ذاك العمر اللي يمكن امك راحت للدوام وانت قعدتي مثلا عند الشغالة او في مكان بالنسبة للطفل غير امن، او مثلا تأخروا عليك. انا برضو هذه من القصص، تأخروا عليك وكنت اخر واحدة طلعت من المدرسة. لما نكبر احنا تكون مرت فينا هذه المواقف، ونكون عندنا مخروم موضوع الامان، عندنا موضوع الامان في الاتصال مع الاخرين مخروم. لما نكبر ونتصل مع شخص ما، وبعدين هذا الشخص اما ينقطع عننا او يهددنا بالانقطاع، احنا بطريقة لا شعورية، طبعا احنا مو فاهمين شعور الاول عشان نفهم شعور ثاني، نعتقد انه احنا نحب هذا الشخص، لذلك احنا نقاتل عشان نحافظ على هذا الشخص، نقاتل عشان نحافظ على الشخص، لا أبغى، لا أنا أحبه، لا ما أعرف إيش، لا قتال.
بينما انت ما تحب هذا الشخص، انت ما تحب هذا الشخص اطلاقا، بس الموضوع انه انت عندك الامان تهدد، وهذا هذه الازمه اللي عندك كانه الجسد المشاعري في نقص، كان الجسد المشاعري في نقص، هذا النقص يحتاج احد يعبيه، فيجي هذا الشخص او ان شاء الله فلان او علان او اي شخص جيد غير جيد، يصلح ما يصلح، مناسب غير مناسب، محترم غير محترم، اهم شيء انه هو يعبي هذا الخزان. فاضطر اني كل شوي انا اخذ البنزين من هذا اخذ البنزين من هذا الشخص عشان اعبي الجسد المشاعر عندي، عشان اقدر اعيش، عشان اقدر اعيش، عشان احس بالامان انه كل شيء اوكي، كل شيء تمام، كل شيء اوكي وكل شيء تمام. فما دام في شخص قاعد يعطيني هذا البنزين اللي هو بين قوسين الامان، واحنا نلخبط ونخربط ونحس انه هو الحب بس هو مو الحب، فتتورط بهذه الطريقة. فلما تعاني من التعلق، السؤال الاول ايش القصة اللي صارت من الطفولة، لازم تطلعها بدل ما تكون في العقل اللاواعي وتلعب لحالها، لا ستوب، ابى اطلعها على السطح وبواجهها وبحطها قدامي على الطاولة وبتفهم معاها هذه القصة القديمة اللي صارت. على فكرة مرات تكون القصص جدا صغيرة وجدا تافهة وجدا تعتقد انها مش مهمة، لكنها خربت الجسد المشاعر وأثرت كثيرا. لما تطلعها على السطح تنظفها تتحرر منها. بعض الأشخاص يفضلون انهم يعيشون في وهم بين قوسين الحب على انهم يتحررون من هذا التعلق. تخيل تخيل تخيل، بعض الاشخاص يفضلون، خصوصا السيدات تفضل انها تستمر في علاقة تعتقد انها حب لانها تعطيها هذه المشاعر، عن انها تتخذ قرار انها تنظف اللخبطة الموجودة في الجسد المشاعر، تعتقد انها هي تحب هذا الشخص عشان كذا هي تعاني هذه المعاناة. مثلا على فكرة الأزمة اللي تتورط فيها، هذه أزمة مركبة، الأزمة اللي تتورط فيها لما أنت تتعلق بشخص يبدأ هو يعبي خزانك المشاعر، يعني مثلا خلينا نقول عندك المشاعر مثلا ناقصة بنسبة، خلينا نقول عندك أزمة بنسبة 50% في الجسد المشاعري، هو يعبي 20% أو يعبي خلينا نقول إن شاء الله 10%، يعني كثير قاعد تعتمد جزء كبير 20% من حياتك تعتمد على هذا الشخص. الآن الموضوع يتطور في اعتمادك 20% على الشخص، يتطور إلى أن الموضوع ينتقل للجسد الطاقي، يعني بدال ما إحنا الخرم والمشكلة عندنا موجودة في الجسد المشاعري بس، نقلناها لمستوى أعمق على المستوى الجسد الطاقي. فهي تجي أزمة لما كثير من الأشخاص ممكن ينفصلون عن بعض لفترات طويلة ويحسون أنه ما زال في طاقة عالقة ومتورطين بهذه الطاقة. لكن المهم لما يكون عندك تعلق انك تخلص هذا الموضوع عشان نفسك، حتى لو اعتقدت انه انت بين قوسين تحب هذا الشخص، لا، لازم تعيش مع هذا الشخص بطريقة متزنة وما تحس انه عندي ازمة تعلق، انه عندي جزء من الجسد المشاعري انا متورط فيه، جزء كبير من الجسد المشاعري متورط فيه. خلوني اخذ الاسئله على موضوع التعلق وبعدين باخذ اتصال. اسئله على موضوع التعلق، لين حبيبه قلبي، هل بشفى لو واجهت الشخص اللي متعلقه فيه بمشاعري؟ لا، تتورطين أكثر، تورطين أكثر، ما في أحد راح يقدر يفهم هذا الموضوع، صعب، صعب ينفهم هذا الموضوع، صعب، يحتاج لشخص واعي عشان يفهم. ممكن التعلق يكون بمشاعر في الماضي، التعلق يكون بالأشخاص ويكون بالأشياء بالأماكن ويكون أيضا بالنسخ،
يعني مثلا انا متعلقه بطفولتي مثلا، ممكن شخص كثير ايضا قابلت اشخاص تكون عندهم طفوله جيده، كانوا يعني يغردون، انحطوا في بلوره ورديه ما عرفوا اي شيء عن الحياه، وكانت مشاعر جميله الطفوله، مروا فيها مشاعر جميله، فلما يصلون للشباب وكثير يزعلون، كثير يتمنون ان الطفوله ترجع لما يذكرون وكدم عيونهم، ويعني تحسرون عن الايام اللي طارت واللي راحت، اتعلق بنسخ قديمه. ومرات الاشخاص ايضا، هذا احد الاشياء اللي تمنع التطور والتغيير، انه احنا ايضا نتعلق بنسخنا القديمه، نتعلق بافكارنا القديمه، معتقداتنا القديمه، فلسفاتنا القديمه، بمفاهيمنا القديمه، نتمسك فيها كذا. ليش كذا قصور في الصورة الكلية؟ ما نقدر نشوف الصورة الكلية، فنتمسك في الأشياء الصغيرة هذه ونضيع الفرصة أن نتطور وأن نتقدم. مرات نتعلق بأشخاص، قد يكونون أصدقائنا، قد يكونون زملاء، قد يكون أفراد العائلة، قد يكونون شركاء، مرات ناس يتعلقون بأفكار، أهداف، مرات يتعلقون بأهداف، يعني مشروعها ما اشتغل، صار لها 3 سنوات، لا لسه تحاول، 6 سنوات، لا لسه تقاتل وتحاول. يا ماما خلاص، لو بيشتغل اشتغل، لو بيشتغل مشروعك اشتغل، خلاص انتهى الموضوع، جربتي مرة واثنين وثلاث، خلاص انتهى الموضوع. مرات الناس تتعلق بأهداف وتكسر البيبان عشان الهدف، مرات الناس تتعلق بأفكار، يعني تقول لك لا هي الفلسفة كذا هذا الصح، لا أو مثلا وجهة نظر عن شخص. يعني أمس في تويتر أقرأ تعليق واحدة تقول والله شكل سوية ناصر جيدة بس أنا ما أعطيتها فرصة. يعني أنا من قلبي أضحك أقول واو، أخيرا شوفين في مخ شوي يتحرك، في فكرة يعني تحركت شوي. يعني مرات الناس يحكمون عليك خلاص انتهى الموضوع، حكم قطعي. طيب يمكن الشخص في وجهة نظر ثانية، يمكن الشخص مو زي ما تصورت، يمكن يعني انت قلت لك الصورة بطريقة غلط، يمكن انت فهمت الشخص بطريقة غلط. فبرضو مرات عندنا تعلق بالحكم، انه احنا نعطي حكم عليه خلاص، نقرر انه خلاص ما نناقش هذا الحكم او ما، وعلي برضو أفكارنا، معتقداتنا، مفاهيمنا، مرات نتعلق بمفهوم معين، نتعلق يعني مفهوم، مرات مفاهيم لأنه الكل عندنا متعارف عليها، خلاص نتعلق فيها، نتعلق بأنه أوه لازم أعيش قصة حب. لازم نتعلق بالفكرة، أوه لازم أكون أم، أوه لازم أكون أب، أوه لازم أخذ شهادة الجامعة، أوه لازم، لا وهكذا. يعني كثير من الأشياء احنا متعلقين فيها ومتورطين فيها. فالتعلق مش بالضرورة فقط بالأفراد، مرات احنا متعلقين بالمكان، يعني مرات احنا نكون في مكان، مرات شفت ناس مثلا متعلقين بأحياء، يعني عايشين بحي معين يقولك لا ما أقدر أطلع للحي الفلاني، لا بس الحي هذا، يحسون جذورهم هنا. مرات بالمدن، مرات بالدول، يعني تختلف احنا وين ورطتنا فيه. متعلقة بفكرة، كيف اتعامل مع اشخاص متعلقين فيني وانا عندي تعلق ايضا؟ اللي متعلقين فيك اول شيء انت كوني يعني لطيفة معاهم وطيبة، ولكن لا تساعدينهم على زيادة الورطة. يجب انه انت تفهمينهم الواقع اللي هم فيه، لا تساعدين الاشخاص المتعلقين فيك على زيادة الورطة. اما انت تعلقك ان انت لازم انك تنظفين، لازم تتحررين. امي وابوي راحوا الحج وخلوني عند جدتي وزعلت انا ومرضت وصرت في الفراش، ايوه لين رجعوا، هل هذا الحدث سبب تعلق؟ بدون ادنى شك 100% هذا حدث تعلق. طفلة راحوا للحج أكثر من يوم، أمك وبوك مع بعض ومرضتي، بدون أدنى شك أنت عندك ورطة عميقة تحتاج إلى تدخل.
متعلقة بأهلي وأنا متزوجة. فكي الموضوع، شوفي شو القصة، لازم في قصة وراء الموضوع. تعلق بشخص من 6 سنوات لا إله إلا الله، تعلق بشخص لا أعرف، وعاد هذه يعني تذكرت واحدة كانت تحكي لي إنها هي يعني تتخيل يعني إنه واحد جاء خطبها كان اسمه محمد ودخل وهي راحت وجابت الشاي وضيفت الرجال وكانت تشوف الشرعية وشافها وتقهوى وبعدين قال إيه أنا خلاص بتزوجها وبعدين تزوجها، وهذا كلها قصة في رأسها، فهي متعلقة بهذا الشخص اللي في رأسها متعلقة بالشخص اللي سوت القصة، هي سوت القصة وتعلقت بهذا الشخص، يعني تعلقت فيه تعرضت فيه، فهي نفس قصتك ان انت شخص لا اعرفه هو كان شخص وهمي، يعني قصة وهمية، يعني احس انك تعلق في واحد في تويتر اسمه بطيخ، طيب وتخيل تطلع بنت مثلا وانت ببالك انك يعني تتفاهمين مع رجال، ولا تخيل يطلع بزر بسادس ابتدائي بزر بسادس ابتدائي، يا الله يا الله، ويعطيك على جوك، يعني على فكرة ترى هم اشطر مننا، قيلتكم الجيل الجديد واعي وشاطر كذا، ومعطيك على جوك، يعني يا الله في اللحظة يتعرفين، يعني الحقيقة صدمة فانت يعني حطي هالاحتمالات على الاقل تخففين من على الاقل تعلقي بحد معروف، على الاقل دوريك احد معروف، خففي الطبقات، كيف تخلص متعلق واحد طلعين القصة على السطح، اثنين تنظفينها. هاي تقترح تقول خذي ابنس، كيف اعرف انه جذر التعلق من الطفولة؟ التعلق دائما جذره في الطفولة، التعلق دائما جذره في الطفولة، إذا أنت عديتي المراهقة بدون أزمة أمن هذه وأزمة التعلق ما راح تصير في مشكلة، إذا عندك أزمة تعلق فهي نشأت في الطفولة، بس وين نشأت هذا هو بس الفرق، في أي عمر، هل هو في عمر خطر ولا في عمر ماشي يعني مقبول ومعقول، فتعلق دائما مشكلة من الطفولة، جذر الطفولة. خدت أبنس وحسيت بفرق جامد في من حيث التعلق، ممكن لأنها كانت هي صدمة. أبنس تعتبر تنظيف؟ طبعا أبنس تنظيف. أنا متعلقة بفكرة الهجرة، إذا هاجرت إيش؟ إذا هاجرت لدولة ثانية حياتي راح تتحسن. طيب خليني أقول لك نقطة شبه مؤكدة، انه حياتك في الدولة الثانية تعتقدينها تتحسن، يعني اذا كانت تتحسن 10% او اقل 10%، يعني اذا انت في مكان وما استطعتي انك انت ضبطين نفسك فيه، كيف تتوقعين انك ضبطين نفسك في مكان ثاني؟ بس هذا هو السؤال، انت المكان اللي انت فيه الان ولا انت مرتاحه فيه وحاسه انه لا مكان ثاني احسن، ما قدرتي تضبطين نفسك في مكان، ليش؟ في اسباب منطقيه حقيقيه واقعيه اقول لك امشي، في اسباب بس هي شعور وفكره ومعتقد فاقول لك لا، انت عندك مشكله، يعني انت زي ما نقول ضحكه على نفسك في فكره، يعني مره غلط. متعلقه بالحب؟ قصدك بفكره الحب؟ طبعا اكيد انك 24 ساعة فاتحة اغاني وحب وبحب اكيد طبعا اكيد انك مخدرة يعني بكل هذه الاغاني. في مجتمعات اخرى متطورة واسهل، مش صحيح. الخلفية اللي انت بنيتيها في مجتمع متخلف، انت تتناسبين مع المجتمع المتخلف، في المجتمع المتخلف اسهل لك من المجتمع المتطور. من الآخر وصدقيني لما تصير لمرحلة انه انت متناسبة طاقيا وفكريا ومشاعريا مع مكان آخر، صدقيني
راح تنتقلين بكل بساطة وسهولة وبدون حتى يعني حتى ما يكون في الموضوع سؤال. عندي تعلق بالوقت مرة خاف يروح. يصير برضه الوقت من موضوعات اللي فعلا يصير فيها أزمة وتدخل على كثير على مرحلة الشجاعة في سلم هاوكنز، الأشخاص اللي متعاملين مع الوقت بكثير حساسية. ومهم هنا أنك أنت تنتبهين لموضوع خطك الزمني، أنت ماشية أسرع ولا ماشية أبطأ؟ يعني مهم أنك تجاوبين هذا السؤال، أنا ماشية أسرع ولا ماشية أبطأ؟ أنا دائما أحس أني مثلا أبطأ، كأني أبطأ، كأن الأشياء تمشي أسرع مني، أو كأني أنا أسرع، كأني سويت أشياء كثير وخلصت كل شيء أبطأ. فمهم أني أنا أعرف أنا وين، ومهم أني أنا أحاول أني أكون دائما مع خطي الزمني عشان ما أرتبك، عشان ما أرتبك. مرات يكون الواحد كثير تثقف بموضوع الوقت وهو حصل عليها كمعلومات كأفكار فهي في الجسد الفكري، بس ما سوى لها داونلود ولا أصبحت سلوكيات حقيقية. فبالتالي هو يقدر قيمة الوقت لكن داونلود ما في قيمة الوقت، نايم إلى يمكن المغرب، ما صح إلا المغرب، ويقوم وفي ميتينجز معديهم وفي ناس متصلين ينتظرون حاجات نطنشهم ويرد عليهم وهكذا. فهذه المشكلة، يعني مرات إنه إحنا ما نقدر ومرات إحنا الوقت المهم بالنسبة لنا يضيع في القيمة المنخفضة. هذه أزمة بعد مركبة، يعني وقت مهم وأحسن وقت في اليوم وشيء مرة قيم يروح وأنا قاعد مع صديقي أو صديقتي. طيب إيش قيمة الصداقة في سلم في القيم، مصفوفة القيم عندي رقم 20. واو، وقت ضايع. كيف أعرف أن أولادي عندهم مشكلة تعلق؟ وسؤالك يدل أن عندهم مشكلة تعلق، سؤالك يعني أنك تسألين هذا السؤال يدل أنه في مشكلة. وهذا دور الأم، أنها دائما أنها كيف الأم أنها تحمي أطفالها من شعور الفقد، وبنفس الوقت تحميهم من أنهم يكونون ملتصقين فيها طوال الوقت، بمعنى أنها تسمح لهم أنهم يطلعون يروحون يلعبون عند أصدقائهم، يروحون يسوون الشيء، يبعدون عنها في مسافة، بينما هي متواجدة طوال الوقت، إذا احتاجوها يلقونها يشوفونها يعرفون أنها موجودة. فهنا الحالة المتوازية هذه مهمة جدا. خلونا نأخذ اتصال. مين جاهز؟ إنترنت قوي وممتاز. ألو. هلا هلا والله دكتور، مصدقة. أهلا وسهلا، هلا فيك، كيف حالك؟ خير وعافية، شرف لي، الله يسعدك. طيب أنا سؤالي مو على التعلق، على التنظيف. أنا للأسف منسحبة ومش متعلقة، عرفت هذا الشيء من الوعي الطفولي. طيب أنا خلصت أبنوس يوم 9 ديسمبر. 9 ديسمبر، أوكي. كانت طاقتي شيء لا يوصف. حسيت اني سوبرمان. اوكي انت عندك صدمه اصلا؟ ايوه قويه، وطلعت اصلا صدمات انا ما كنت ادري يعني عنها. ما كنت تتذكرينها؟ ايوه، يعني من الطفوله وكذا طلعت لي يعني اشياء كثير. للامانه التطبيق ما كان سهل، كان يبغى له روح جامده جدا. صح. بس فلما خلصتها انت كنت منزله الباكج حق اعرف نفسي وكذا واخذته. ايه. واشتغلت على اللي طلبتيه في اخر يوم تطبيق، يعني من ابنوس، وما زلت لسه اشتغل عليه. وبس بعدين يعني كنت اشغل نفسي بالاشياء اللي انا مقرره عليها، وعرفت يعني ما عرفت باقي فيلي، بس عرفت مثلا انه استحقاقي منخفض جدا بس جذبي عالي، كيف ما أدري. مين قالك استحقاق منخفض؟ اللي أخذتها أعرف نفسي.
يعني جذبك على استحقاقك منخفض ما تصير في 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 مشكلة في في سؤال جاوبتي غلط. ما اعرف كيف طلعت كذا، بس طيب دكتورة السؤال حول هذا الكلام اللي بوصل لك هو ايه انه انا رجعت انتكست مش ايه 100% قبل ابنس. اشوف انا اطلقت معاك النية، حطيت الثراء اول نية، يعني انا كانت مشكلتي الكبيرة وكذا، وخصوصا انا يعني زادت حالتي اللي خلتني اخذ ابنس انه انا يعني تركت شغلي اني قعدت بالبيت. ليش تركتي شغلك؟ عشان ولدي كان مره مريض، فقعدت البيت ازمتني زياده وتعب ولدي وكذا، فوصلت اخري يعني في الصدمه وبعدين انت يعني عرضتي ابنس وكذا. بس الان انا احس اني انتكست مش 100%. اشرحي لي ايش يعني؟ يعني وضعي النفسي ساء وفي أشياء رجعت، يعني مثلا كنت دائما أشعر بألم في جسدي، يعني ظهري وأكتافي هذا من زمان عندي، وقت تطبيق أبنوس وبعدها اختفى، يعني لما قلت لك كنت أحس أني قوية مرة هذيك الأيام اختفى الألم. أول مرة أحس بهذه الراحة، الآن لا رجع لي ومرة مرة يعني مرة يألم ورجع شوية الأراق، وين الأماكن بالضبط؟ أكتافي وظهري أو عند شاكرة الجذر. أوكي طبعا أنا عندي وأنا في مرحلة المراهقة جاني أصلا روماتيزم، وكنت يعني باستمرار عظامي تألمني باستمرار. وما زال الروماتيزم معاك؟ نعم. بس ف هذه هي آثار الروماتيزم؟ إيه؟ هذه هو آثار الروماتيزم؟ ولا هذا شيء ثاني؟ لا هذا ثاني، يعني في ظهري يجي في أوقات، بس أنا يعني بعدين سمعتك تتكلمي في اللايفات مو عارفة يعني هل أنا مثلا نية الثراء كانت أكبر مني؟ طب أنا عندي أزمة مالية، يعني حتى لما أنا أول بنجيها بس كملي لي وش اللي صار بعد؟ متى؟ بعد أبنس يعني؟ إيه أنت تقولي الآن جاني ألم في ظهري وفي أكتافي، وش بعد جاك؟ صرت يعني أحس بحزن ضيقة، أحس إني قاعدة أرجع لورا، فأنا مرة خايفة إني أرجع للقاع اللي أنا طلعت منه. إيه يعني تحسين بضيق وعندك ألم في الظهر والأكتاف، هذا اللي أنت الآن موجودة فيه. إيوة وكذا طاقتي خملت. خمول. الآن وكما تحسين هذا شعور صدمة؟ لا يعني بس أحس تقولين أنا إني انتكست. يعني أنا أحس إني مستحيل أرجع لقبل الصدمة، يعني أكيد لا خلاص بعد مو قبل زي قبل ما الصدمة. لا أيوة لا، لكن عارفة لما تحس إنك مرهقة كذا نفسيا وخاملة، يعني شعور مش طيب. فأنا خفت قلت لي يكون أن النوايا اللي أطلقتها أكبر مني، ولا مو وش فاهمة النوايا إيش اللي السالفة. حطيتيها؟ اعطيني وش النوايا؟ حطيت الثراء والتنظيف اللي يعني الوعي، أبغى أنظف أكثر، بس عشان يعني الآن إنه أنا حطيت يعني في أزمة مالية، حسيت إنه يعني مثلا أول كنت لما خلاص أعرف إنه أنا مثلا عندي هذا الحل مثل أبنوس أو الوعي الطفولي لما أخذتها، يعني كان عندي فلوس صحيحية ما كانت كفاية، بس كنت لا أبدي اهتمام، يعني خلاص راح أشتري دورة عشان أحل الموضوع. الآن صرت أحس نفسي مقيدة، طب أنا كيف راح أساعد نفسي؟ فهمتي؟ طيب وش كان الهدف الثالث؟ ما حطيت هدف ثالث، ما عرفت. اوكي اشترطتي شيء للثراء؟ اشتراط؟ لا كيف يعني؟ يعني حطيتي توقيت او حطيتي كمية؟ لا بس أستاذة الأمر الغريب لما حطيت مصفوفة قيمي، قيمتي الأولى مش المال، وش الحرية، ايه المال هي الثانية.
مال الثانية. بس عندك الحرية الآن؟ لا ما هي عندك. لا. والثالثة وش هي؟ كقيمة اي نسيتها. ما أذكر والله، يعني أنا أحس إنه هذه هي أهم اثنين أنا محتاجتهم الآن، مركزة معاها مرة. الحرية والمال. نعم اوكي طيب مريم، خليني سمي. ابغى ارجع الموضوع، انه انت تقولين انا جذبي عالي واستحقاقي منخفض. انت الان ما قدرتي تجذبين الثراء ولا قدرتي تجذبين وظيفة مناسبة لك. الآن لا، كيف تقولين جذبي عالي؟ يعني حسب الأسئلة اللي كانت محطوطة. في شيء انت جاوبتي غلط، وكمان انا كنت اروح مقابلات كثير. بعد انت حاطه النية رقم واحد الثراء، والمصفوفة القيم رقم اثنين المال، والوضع مو اوكي. ففي مشكلة. يمكن انا مش فاهمتها، يمكن طيب الان ايش قاعده تسوين عشان موضوع الثراء؟ احاول اقرا، اسمع، ابحث. يعني انا يوميا انا مسوي لنفسي روتين انه انا لازم ابحث باكثر من طريقه، سواء عن طريق الوظائف او ايش؟ احاول اعرف مثلا انا ايش شاطره فيه. يعني احاول اعرف انا ايش مثلا شاطره فيه، يعني يوميا مسوي لنفسي روتين واقرا واسمع، يعني احاول ادعم هذا الهدف اللي انا حطيته. اوكي فمستمرة أقدم على وظائف. بس عرفتي ليش أقول لك استحقاقي يعني لقيته منخفض؟ لأني سويت مقابلات كثير بعد، يعني ما تركت الوظيفة وبعد ما خلصت الدوشة اللي كنت فيها. ولا جذبتي وظيفة؟ إيه، وكنت أسوي مقابلة وكل شيء يمشي تمام، بعدين يتفركش الموضوع. طيب خلينا شوي مريم نرجع لموضوع الحرية. ليش ما حطيتيها في النوايا؟ لأنها مربوطة بموضوع المال. اشرحي أكثر. طيب عندي تفاصيل بس بختصر لك. ما قدرت ألقط كامل السؤال، بس بحاول أدور حول الموضوع، لأني أحس الموضوع أول شيء فيه مس أندرستاندينج في موضوع الجذب هذا والاستحقاق. أنت مو فاهمة القصة، في شيء غلط، في شيء أنت جاوبتي غلط فور شور. يعني أنت ما يصير أحد يقول أنا جذبي عالي واستحقاقي منخفض، لا، هي كلها تشتغل مع بعض. والدليل أنه إحنا عندنا الآن كل الأشياء اللي كنت تبغينها أو تدورين عليها ما قدرتي توصلين لها. أنا أعتقد أنه أيضاً عندنا خلل في شيء آخر. أعتقد أنه كان المفترض أنها تكون النوايا على موضوع الحرية مش على موضوع الثراء. أنا هذا اللي أظن، أنه المفروض أنك أنت تركزين على الحرية أكثر. وعلى ما يبدو بعد، على ما يبدو أنه عندك إمكانيات في الحرية ما هي عندك في الثراء. عندك إمكانيات أنك شوية تدفي موضوع الحرية، بس ما هي قاعدة تطلع معاك في الثراء. ومرات يمكن تكلمنا عن هذا الموضوع قبل، أنه الحياة مرات تصير كأنها طاقات، كأنه في شيء ما راح يصير شيء إلا إذا يتحرك شيء. يعني ما راح أقدر أوصل لهذا الهدف إلا لما أخلص هذا الهدف، ما راح أقدر أوصل هذه النقطة لما أوصل. لذلك أنا أعتبر أنه من الذكاء أنك مرات تسوي دروب الهدف وتدخل واحد ثاني. يعني 2019 دخلت هذا وما اشتغل، خلاص سوي له دروب، نطلع واحد ثاني. مرات يكون في جزئيات كأنها في العالم الطاقي وفي الجزء الطاقي، كأنك ما تقدر توصل هذه إلا من خلال هذه، ما تقدر تحقق هذه إلا من خلال هذه، أو ما تقدر تستوعب وتفهم هذه إلا لما تفهم هذه. فأنت محتاج تسوي هذه بعدين تسوي هذه بعدين هذه بعدين هذه. فبما أنه أصلاً أنت عندك مصفوفة القيم رقم واحد الحرية، خلينا نركز على الحرية، خلينا نسوي دراب لموضوع الثراء، أنه أنت مركزة كثير على الثراء، معلومات عن الثراء وتشتغلين، وأنه إلى الآن أنت ما في يدك شيء، ما في يدك وظيفة، يمكن ما تقدرين تأسسين مشروع، عندك طفل مريض، يمكن صعب أنك أصلاً حتى تطلعين في البيت أو أنك تنشغلين.
يعني حتى لو كان عندك فلوس وتبغين تسوي مشروع يمكن ما تقدرين تسوي مشروع، يمكن طبعا لما يكون في طفل الروح هذه جاية، في الغالب في عقود أرواح وفي تنظيمات طاقية، بمعنى أنه مرات الأم تحفظ لأجل أبنائها، وتكلمت معكم قبل كذا على هذا الموضوع، أنه مرات الأم تكون عندها احتمالية وفاة لكن تحفظ طاقيا بسبب الطاقات الأخرى اللي هم الأطفال. فمرات مثل حالتك أنه أنت الثراء قد يبدأ مثلا مع الوظيفة أو يبدأ مع المشروع، وفي طفل مريض ما في أحد يقدر يعتني فيه إلا أنت، فالطاقة تسوي بلوك ليه، لأنه في طاقة لازم أنها تمشي للطفل المريض هو الأولوية، فتصير بلوك على الثراء، بينما عندي الحرية فيها مساحة أنه أنت تشتغلين عليها أو أنك أنت تدفينها أو أنك أنت تطورينها. في شيء برضو أبغى أتكلم عنه اللي هو موضوع الألم الجسدي. قلتي عندي أنا قبل أبنس كان عندي ألم في الظهر، ألم في الأكتاف، وألم في شاكرا الجذر، وإنها اختفت لما حضرتي أبنس وتحررتي من هذه الأشياء أنها اختفت، وبعدين الآن تقولين أحس أنها رجعت لي. خليني أقولك يا مريم ولكل شخص يسمعني موضوع في غاية الأهمية، وأنا سعيدة أنه أنت طرحتي هذا الموضوع يا مريم. الشعور اللي تشعرين فيه الآن، الخمول، الحزن، كورسات التنظيف هذه راح تخلع جلدك القديم، راح تغير نسختك، راح توريك الحياة بمنظور آخر، راح تشوف الدنيا بطريقة مختلفة، راح تغير حياتك 180 درجة وشعورك الداخلي 180 درجة. الآن أنت تغيرت، كنت لابس خلنا نقول ملابس سوداء، إحنا من خلال التنظيفات هذه نشيل كل هذه الملابس وتلبس ملابس ثانية، ملابس صفراء. الآن أنت إيش تعاملك الحالي وفقاً لواقعك الحالي مع شعورك الجديد؟ إيش تعاملك؟ عدم وجود وظيفة بالنسبة لك يا مريم هو موجود قبل الكورس وبعد الكورس. سؤال، أنت الآن بالنسخة الجديدة كيف تعاملتي مع عدم وجود وظيفة لك؟ هل تعاملتي بطريقة مختلفة ولا بنفس طريقة النسخة القديمة الثوب الأسود؟ تعاملتي بطريقة مختلفة بالنسخة الجديدة ولا تعاملتي بنفس النسخة القديمة؟ السؤال الآن، أنت الأهداف اللي أنت حطيتيها هل تعاملتي بنفس طريقتك القديمة الشخص المصدوم اللي عايش صدق، ولا تعاملتي بطريقة جديدة؟ لما تقولين لي مثلا أنا أحس بخمول، أحس بحزن، أحس بضيقة، والألام هذه اللي أنت مريتي فيها اللي هي ألام الظهر، ألام الأكتاف، ألام الشاكرا الجذر، كل شخص كلنا لما نغير نسختنا، راح نختبر لما نغير نسخنا. وهنا تجي انت شطارتك انك انت تقول لا، انا النسخة الجديدة مش النسخة القديمة. مرات لما أنت تكون في ظروف سيئة، وهي سابقا أني كتبت عنها في تويتر، لما تكون في ظروف سيئة نسختك الجديدة ما عندها المهارات الكافية للحياة لأنها جديدة. فالآن عندك موقف صعب وحاد ومؤلم، وش تسوي؟ هنا تجي النسخة تقول أنا موجودة، أنا النسخة القديمة موجودة، أنا أقدر أساعدك. إذا ما عندك وظيفة تصير في خمول وحزن، هذه هي الطريقة، أنا موجود. فالنسخ القديمة خلنا نقول إنها متقعدت لك. كل النسخ مع الوقت أنت راح تغير نسخ كثيرة في حياتك إذا مشيت في طريق التطور، راح تشيل نسخة وبعدها تشيل نسخة وبعدها تشيل نسخة وبعدها تشيل.
هذه النسخ كلها قاعدة تتفرج تنتظرك تسوي غلط، تنتظرك يوم من الأيام ما تلقى حل، ما تعرف حل المعادلة الجديدة، تنتظرك تواجه قضية جديدة أول مرة تواجهها وفقا للنسخة الجديدة، عشان تقولك احنا موجودين، احنا فاهمين الموضوع، احنا فاهمين الموضوع. لكن من المهم انك انت لما تغير نسختك، انك انت هذه عبايتك القديمة، هذه جلدك القديم، هذه نسختك القديمة، انك انت تتخلص منها 100%. ما تروح تتصل فيها لما تصير لك مشكلة، تروح تركض تتصل فيها لما تصير لك مشكلة. مريم، اللي ابغى اقول لك اياه، للاسف ان ما كملنا اتصالنا، ابغاك ترجعي لي الموضوع حرية، تطلعين النية للموضوع حرية وتسوين عليها مديتيشن في نفس التأمل حق رأس السنة، وتطلقين نية الحرية وتشتغلين على هذا الموضوع، لأني أعتقد أن عندك مساحة فيه. تأجلين موضوع الثراء، تسوي له دروب شوية، تأجلين موضوع الثراء وتستمرين في موضوع التنظيف، تستمرين في موضوع التنظيف. بس إيش الآن؟ أبغى شيء مختلف الآن. الآن أنا أبغى أنه أنت تسوين بناء للهوية الجديدة، تسوين بناء للهوية الجديدة. هذا سويناه عندنا في سول ديتوكس، ماذا بعد التنظيف، أو ممكن عندك أنت تسوين تأملات الألبوم الباب الخلفي، اللي هي مش التنظيف، الثانية اللي فيها الحب والامتنان، واللي هي مخصصة للبناء مش للتنظيف. هذا عندك الخيارين. طيب، ما معنى وقت ناخذ سؤال؟ لا تخوفين جالسة حالي بالظلمة. أخوفك على إيش؟ خايفة؟ خذي كورس الخوف. كيف نبني هوية جديدة؟ قلت لك عندنا الآن طريقتين، طريقة موجودة في السول ديتوكس، وعندنا برضو في التنفس عندنا مستوى فيه رفع مستوى الطاقة، راح يساعدك في بناء الهوية الجديدة. وعندنا في السول ديتوكس ماذا بعد التنظيف، وعندنا السبع تراكات اللي موجودة في الهوم الخباب الخلفي اللي هي مش التنظيف. طيب، أعتقد ما معنى وقت يا جماعة، مضطرة أني أخلص. التشويه هل ينفع لفك التعلق؟ ينفع، لكن سيظل المشكلة. سويها الأمر العاجل عشان شوية تخف، يخف الضغط عليك، بعدين اشتغل على موضوع التعلق. سويها بعدين اشتغل على موضوع التعلق، طبعا راح يساعد. أتمنى تكون استفدتوا واستمتعتوا من لقائنا اليوم. لا تنسون قائمة الأفلام موجودة على الموقع. تصبحون على حب.